إلى اليمن، حيث قال قياديون معارضون إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قد وافق على التوجه إلى مدينة تعز بناء على طلب من المعارضة. وطالبت قيادات حزبية أو قيادات أحزاب اللقاء المشترك المبعوث الدولي بتقديم تقرير يوضح ما سمتها الجرائم والانتهاكات ضد المتظاهرين. راسلنا في صنعاء أحمد الشرفي والتفاصيل في سياق تقريره التالي. قيادات المعارضة اليمنية طالبت المبعوث الدولي جمال بن عمر في اللقاء الذي جمعهما بمقر أحزاب اللقاء المشترك المعارض بصنعاء تقديم تقرير يوضح ما وصفتها بالجرائم والانتهاكات الإنسانية ضد اليمنيين في مدن تعز وصنعاء وأرحب وبقية المحافظات. المعارضة أبلغت ابن عمر أنه ينبغي على الرئيس صالح التوقيع على المبادرة الخليجية قبل الحديث حول آليات تنفيذها. التعاطي الإيجابي مع عملية التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية التي جاءت أساسا لتنظيم نقل السلطة، وأننا لن نقبل أي مبادرة أو أي آلية تخالف وتناقض المبادرة الخليجية. المبعوث الدولي قال بعد لقاء جمعه أيضا باللواء علي محسن وقيادات الجيش المؤيد للثورة إنه حان الوقت للتعجيل بالتغيير وانتقال السلطة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وأعلن عن نيته القيام بزيارة لمدينة تعز خلال اليومين القادمين. عانى الشعب اليمني الكثير خلال هذه الأحداث وهذه الأزمات، وحان الوقت الآن للتعجيل بالتغيير وبالدخول في المرحلة الانتقالية ومشاورتنا هي مع الجميع. من جانبه طالب اللواء علي محسن بتطبيق القرار الأممي قائلا إن المبادرة الخليجية حفظت ماء وجه كل الأطراف على حد تعبيره. نطالب بتطبيق القرار الأممي 100% والذي أيضا أيد هو المبادرة الخليجية، والمبادرة الخليجية حقيقة هي حفظت ماء الوجه لكل الأطراف اليمنية لمن عنده حق. زيارة المبعوث الأممي لصنعاء تزامنت مع مظاهرات ضخمة عمت أرجاء اليمن بينها محافظة إب التي خرج فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين تنديدا بما وصفوه جرائم صالح في تعز، مطالبين بسرعة محاكمته وأعوانه. وفي البيضاء خرجت مسيرة حاشدة تطالب المحكمة الجنائية الدولية باستصدار قرار لاعتقال صالح. أما في ذمار والضالع فقد رفض المتظاهرون أي تسوية تضمن حصانات لمن وصفوهم بالقتلة. يبدو أن الخيارات باتت ضيقة أمام الرئيس صالح، فهو بين أن يوقع على مبادرة خليجية تؤكد على نهاية حكمه أو الاستمرار في خيار عسكري ليس متأكدا من نجاحه في وقت يسر المبعوث الدولي على ألا ضمانات. أحمد الشلفي، الجزيرة، صنعاء. في ملف برنامج إيران النووي قال ويليام هيغ وزير خارجية بريطانيا أنه لا يستبعد اتخاذ إجراء عسكري ضد طهران. وأضاف هيغ أنه لا يفكر ولا يدعو حاليا إلى